اتفضل. انا محمود عويس من بني سويف، 43 سنه. الحكايه بدات معايا ان انا ربنا رزقني بالثلاث اولاد دول، عندهم مرض مزمن اسمه اكزيرو، مرض مزمن ونادر اسمه اكزيرو ديرما بيجمنتوزا. يعني زي ما انتم شايفين الحاله، شايفين ملك دي عندها 12 ونص، ومريم 14 ونص، ومصطفى 10. في الاول بشكر سياده المحافظ، محافظ بني سويف المستشار هاني عبد الجابر، ربنا بارك في عمره، واستجاب معايا بسرعه وسلط الضوء على الاطفال، لان الاطفال دي فعلا كانت محتاجه رعايه مهمه ورعايه خاصه. ومن خلال سياده المحافظ وديوان عام محافظه بني سويف، طبعا الساده الافاضل كلها اللي موجوده مساعدين الوزير، ساعدوني كتير وسلطوا الضوء على الاولاد زي ما قلت. فانا من هنا بناشد سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي وبقول له حضرتك الاطفال دي ربنا رزقهم في بعتهم بني سويف يعني ارض مصر، وبعت فيهم المرض، وبناشد حضرتك ان انت يعني يمكن ربنا قادر يبعت العلاج برضه من ارض مصر، ويكون الاطفال دول سبب لرحمه لاطفال تانية هيجوا يعني مصابين بالمرض، يعني يكونوا رحمه ليهم في ان الاطفال دي تكون سبب في اكتشاف العلاج على ارض مصر. العلاج المرض ممنوعين من الضوء نهائي، يعني كل الدكاتره كاتبه لي في كل التقارير منعا وباتا وقطعيا من التعرض لاشعه الشمس او الضوء الغير مباشر. المرض اسمه جفاف الجلد التصبغي، ده مرض موجود تقريبا بصفه نادره على مستوى العالم، بس اللي عرفته واللي عرفت اتواصل معاه على مدار 14 سنه ان في مؤتمرات وفي مستشفيات عالميه في انجلترا وفرنسا، في تونس وفي المغرب وفي الجزائر، في مستشفيات عالميه وفي مؤتمرات بتتعمل سنويا، ثواني يا صاصي حبيبي، في مؤتمرات بتتعمل سنويا لاصحاب المرض ده وبيجمعوهم وبيعملوا عليهم ابحاث. ليه احنا في مصر هنا يا سياده الرئيس ليه ما نكونش زي الناس دي؟ ليه احنا ما نطورش العلم؟ ليه ما يطلعش عالم مصري يكون سبب حتى يعني في النهضه اللي مصر طالعه بيها؟ يعني انا شايف مصر ان شاء الله بتنهض، فليه ما ننهضش بالعلم برضه في المرض ده؟ ليه ما نساعدش؟ ليه ما نساعد؟ ليه ما نشتركش مع الناس دي؟ ليه انا يا فندم كل ما اروح لدكتور جلديه يقول لي ما فيش امل؟ انا دكاتره الجلديه من مصر تماما تقريبا كله بيقول لي ما فيش امل، ما تفكرش، ما فيش علاج. ليه؟ ما فيش حاجه اسمها ما فيش علاج، ربنا خلق المرض وخلق له العلاج. فقادر ربنا طبعا يكون هم دول زي ما قلت في الاول يكونوا سبب لوجود علاج للمرض ده على مستوى العالم. دي حاجة ترفع من شأن مصر وترفع من شأن ولادي. ربنا أنا حاسس إن ربنا بعت ثلاث ملايكة، وإن شاء الله ربنا هيبعت فيهم رحمة لكل الأطفال الدنيا. أنا اتكلمت كتير بس أنا مش عارف إن أنا قلته ده أصلاً عبر عن اللي جوايا ولا لأ، لأن أنا جوايا كتير قوي، جوايا يعني 14 سنة بعاني. فأنا بنشد الحكومة المصرية، دي فرصة، أنا شايف إن دي فرصة، يعني أنا بقدم لكم فرصة، أنا عايز أبحاث، عايز علم، عايز دراسة للحالة دي، عايز أعلى، يعني عايز أكون أخلي ولادي وأنا معاهم نكون سبب في أبحاث. وفي ليه يا فندم الحكومة ما بتتواصلش مع المؤتمرات دي؟ ليه ما تبعتش تجيب الناس دي تيجي تشوف الحالات دي؟ يمكن هم عندهم علاج إحنا مش عارفين نوصله، يمكن هم يساعدونا بان ولادنا موجودين معانا ان احنا نرتقي معاهم يعني ونصعد معاهم ونبقى عالميين زيهم. ليه ما نقولش، ليه بنقول تونس والجزائر، مع احترامي طبعا لتونس والجزائر والمغرب، ليه ما نقولش مصر قبليهم؟ ليه ما معروف ان مصر ام الدنيا وهي قلب الوطن العربي؟ ده انا بناشد الحكومه المصريه ان هي تبص للاولاد دي وتوصلني بالناس دي، توصلني بالمؤتمرات وتوصلني بالمستشفيات اللي في فرنسا، يعني هم ده حقهم على فكرة، ده انا مش بطلب حاجة، ده حقهم على الدولة وحقهم على الحكومة.